ازيكم يا تانية ثانوي، النهاردة هنتكلم على النوع التاني من النيوتريشن اللي اسمه ال هيتيروترافيك نيوتريشن. المرة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا على الاوتوترافيك نيوتريشن، وقلنا ان الاوتوترافيك نيوتريشن ده اللي بيحصل في البلانتس وسام تايبس اوف بكتيريا والالجي. والاوتوترافيك نيوتريشن كان بيحصل على تو ستابس، الستاب الاولى absorption of water and minerals، والستاب التانية الفوتوسنتسيز. الهيتيروترافيك نيوتريشن هو ان الاورجانيزم زي المان وزي الانيمالز وزي سام تايبس اوف بكتيريا وزي الفانجي، دول بيوبتين ريدي ميد فود، بيوبتين الانرجي، بياخدوا الانرجي بتاعتهم من ريدي ميد فود. الريدي ميد فود اللي هو الاورجانيك كومباوندز اللي احنا بناكلها، تمام؟ طب احنا بقى في الهيتيروترافيك نيوتريشن في المان يبقى هنتكلم على الدايجشن، الدايجستيف سيستم، تمام؟ طيب الدايجستيف سيستم اللي هو السيستم اللي بيمشي فيه الاكل عشان يحصل له digestion، يعني يتكسر، تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف، قبل ما نتكلم على ال digestive system تعالوا نتكلم على ال digestion، ايه ال importance بتاعته، ايه اهمية ال digestion. اول حاجة هو بيعمل break down، digestion ده هدفه ان هو يعمل break down ل complex molecules، molecules كبيرة، تمام؟ يكسرها الى molecules صغيرة، عشان ال molecules الصغيرة دي هي اللي هتقدر تدخل جوه مين؟ تقدر تدخل جوه السل، تمام؟ ادي سله اهي تقدر تدخل جواها، لان طول ما المولكيول الكبيره دي ما اتكسرتش مش هتعرف تدخل هنا، تمام؟ جوه السل. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنكسرها؟ البروتين هدفنا نكسره يوصل لامينو اسيد، الستارش هدفنا نكسره يتحول الى مونوساكرايد زي الجلوكوز والجالاكتوز ومين كمان والفراكتوز، خلاص دول المونوساكرايدز. طب الليبيدز هدفنا ان احنا نكسرها نحولها لفاتي اسيد اند جليسرول. طب الدايجشن دي عمليه هيدروليزس، يعني ايه كلمه هيدروليزس؟ يعني بريك داون باي ذا هيلب او ذا ان ذا بريزنس اوف ووتر، تمام؟ يعني معنى كده على الارو، على الارو بتاع البروتين وعلى الستارش وعلى الليبيدز، هنا في حاجه بحطها اللي هي الاتش 2 او اللي هي الهيدروليزس. اتش 2 او هي الميه، تمام؟ طب هل في حاجه تانية بحطها على الارو؟ الانزيم، تمام؟ على حسب بقى كل يعني احنا عندنا انواع انزيمز، كل اورجانيك كومباوند محتاج انزيم مختلف عن التاني، تمام؟ طب يبقى معنى كده الانزيم من الحاجات اللي بتساعدني على الدايجشن. الانزيم زي ما خدنا السنه اللي فاتت بتاكت از كاتاليست، كلمه كاتاليست يعني حاجه بتسبيدن اب، سبيدن يعني تسرع ال chemical reaction، speeding أو speeding up ال chemical reaction. طب تعالوا نتكلم على ال characteristics of the enzymes. ايه ال enzymes دي، ايه صفاتها؟ أول حاجة they are enzymes are specific. specific يعني ايه؟ يعني لكل نوع substrate، substrate اللي هو الأكل اللي احنا هنكسره، ليها نوع انزيم محدد. يعني مثلا لو الانزيم كان شكله مثلا عامل كده، خلاص يبقى هيهضم الفود سبستنس اللي شكلها عامل كده specific، خلاص؟ يعني لو شكل الانزيم كده يبقى سبستريت كده specific. في some enzymes بنقول عليهم مش specific قوي، يعني ممكن يكون عندها الجزء ده على فكرة اللي هو بنسميه الاكتف سايت، الاكتف سايت اللي هو بيمسك فيه مع السبستريت، بيمسك فيه مع الاكل عشان يكسره. الجزء اللي انا بعلمه بالازرق ده هو عبارة عن الاكتف سايت، تمام؟ طيب some enzymes are reversible. يعني ايه كلمة reversible؟ يعني ادي الانزيم والسبستريت اهو مسكوا مع بعض عملوا الكومبلكس انزيم سبستريت كومبلكس، وبعد كده بصوا في اخر الرياكشن شكلها عملت ازاي، الانزيم طالع زي ما هو ما فيهوش اي مشكله، البرودكت هو اللي اتكسر، وده اللي احنا عايزينه اصلا، ان احنا نكسر السبستريت، عايزين نكسره ويطلع لنا برودكت. طيب سام انزيمز ار ريفرسبل، يعني ايه كلمه ريفرسبل؟ يعني تاخد الحاجه اللي اتكسرت دي وترجع تاني، يعني السهم راجع تاني، تمام؟ يرجع يجمعهم تاني يبقوا كومبلكس تاني، ياخدهم من مولكيولز صغيره، تمام؟ ويجمعهم مولكيول كبيرة تاني. Some enzymes are reversible. طب some enzymes are produced in the inactive form. inactive form يعني مش نشيط. زي ايه الحاجات اللي بتبقى، زي ايه الانزيمز اللي بتطلع inactive؟ في انزيم بيخرج من الاستومك اسمه البيبسين، بيبسين انزيم. البيبسين انزيم ده بيكسر البروتينز. طب ما اي سيلز عندنا معموله من بروتينز، طب ما هو ممكن البيبسين انزيم اللي بيخرج من الاستومك ده يهضم الاستومك نفسها،
صح، ممكن يكسر الاستومك نفسها، يدايجست الاستومك. علشان كده ربنا خلاه يخرج في الصورة الان اكتف، بيخرج في الصورة اللي بسميها بيبسينوجين. بيبسينوجين بيبسين عادي، و او جي اي ان بيبسينوجين يعني هو البيبسين بس الان اكتف، يبقى بيخرج في الصورة الان اكتف بيبسينوجين. تمام. طيب الانزيمز لا بيحصل لهم يعني ما بيتأثروش بالرياكشن، بمعنى ايه؟ بصوا الانزيم خارج زي ما هو، خلاص زي ما دخل زي ما خرج، تمام، ولا بيتفاعل مع البرودكتس اللي بتتكون اللي بيطلعها، ما بيتفاعلش، هو بيكسرها بس لكن ما بيتفاعلش معاها، يعني لا شكله بيتغير الانزيم، لا شكله بيتغير ولا بيأثر البرودكتس. تمام. الانزيمز are affected بال pH وال temperature، ودي برضو حاجة احنا خدناها قبل كده. طب ال temperature لو انا بتكلم على جسمنا احنا ك human، ال temperature بتاعتنا ايه؟ ال temperature بتاعتنا بتبقى 37 degree celsius، يعني معنى كده كل الانزيمز في جسمنا بتشتغل في ال temperature دي. لو ال temperature زادت او قلت الانزيم activity هتقل، خلاص. انا مشكلتي بس لو ال temperature زادت قوي ممكن يوقف الانزيم irreversibly. يعني ايه كلمة irreversibly؟ يعني خلاص الانزيم مش هيرجع لطبيعته تاني. لو قلت وجيت بعد كده رفعت درجة الحرارة عشان اوصل ل37 عادي، هيرجع عادي الانزيم activity عادي، تمام. لكن الoptimal temperature هي 37. طب الانزيم كمان بيتأثر بال pH، هنعرف دلوقتي الانزيمز اللي موجودة في الدايجستيف سيستم بتتأثر بال pH. pH يعني اقول ان هي بتشتغل في acidic، خلاص، او neutral او alkaline. الالكالين اللي هي البيز يعني، تمام. الاسيدك اللي هي من 1 لغاية قبل ايه؟ لغاية قبل 7، والنيوترال اللي هي 7، معلش دي قبل 7 اللي هي هنقول مثلا 6.9، خلاص. والالكالين اللي هي فوق 7 يعني 7.1 لغاية ما نوصل ل 14، اوكي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم بتاعنا بنقسمه جزئين، الجزء اللي بيمشي فيه الاكل، الجزء اللي بيمشي فيه الاكل اللي هو، بصوا لو تخيلنا معانا الصورة دي، الاكل اول حاجة بيعدي فيها الماوث، صح، اللي احنا بنقول عليها البكل كافيتي، تمام، وبعدها بيعدي على الفارينكس دي، بعدها بيمشي في الممر ده اللي اسمها الاسافجس، بعدها بيدخل في الاستومك، تمام. بعد الاستومك بندخل في السمول انتستين. السمول انتستين متقسمه جزئين، الجزء اللي بعد الاستومك على طول ده بسميها ديودينم، تمام، والجزء اللي جوه هنا ده الكويلد ده اللي بسميه الإيليم، خلاص. يعني دي ديودينم، ديودينم واللي تحت دي الإيليم، هما الاتنين على بعض بسميهم السمول انتستين، تمام. بعد كده الاكل اللي مش هيتهضم او اللي مش اللي هو هيبقى ويست يعني حاجه احنا مش عايزينها، بيمشي بقى في الجزء الاورنج ده اللي احنا بنقول عليها اللارج انتستين، تمام، لغايه ما يوصل لتحت اللي هي الجزء اللي بسميه الريكتم، اللي هو بقى بيحصل له كونتراكشن، خلاص بيكونتراكت يعني بيتضغط لجوه كده، والفتحه دي اللي بيحصل لها ريلاكسيشن، بتوسع عشان نخرج الفيسز، تمام. ده كده دول اللي بسميهم الدايجستيف سيستم كانال، تمام. كل اللي احنا قلناهم دول الدايجستيف سيستم كانال، كانال اللي هو بيمشي فيها الاكل، اوكي. طب في حاجه تانية بقى اسمها الاكسسوري جلاندز. اكسسوري جلاندز دي مش بيمشي فيها الاكل بس، هي بتخرج انزيمز، الانزيمز دي بتساعد على ان الاكل يتهضم. زي مين؟ في الماوث، في الاورال كافيتي، في البق يعني، في سليفري جلاندز، في بعد كده الليفر والبنكرياس. لو نيجي نبص هنا كده في الماوث هنلاقي السليفري جلاندز، ادي السليفري جلاندز اهم، تمام، زي اللي ورا الودن اسمها الباروتيد، واللي تحت الدقن اسمها سبمنتال، وفي هنا سب مانديبولر، تمام. في بعد كده الليفر، الليفر ده يعتبر بنسميها اكبر جلاند في الجسم، اسمها الليفر، اللي عامله زي ورقه الشجر دي اللي بسميها البنكرياس. دول بسميهم الاكسسوري جلاندز. اكسسوري يعني حاجه بتساعد، يعني حاجه مش بيمشي فيها الاكل بس هي بتساعد عن طريق انها تطلع انزيمز، تمام. تعالوا بقى نتكلم على الدايجستيف سيستم بيبدا ازاي. اول خطوه احنا لما بنيجي ناكل، ايه اول الجيرني بتاعه الفود، ايه اول ستيشن، اول مرحله بتكون الايه؟ بتكون البكل دايجشن. بكل دايجشن اللي هي الماوث، تمام،
يبقى الباكل دايجشن دي كده هي الماوث. ايه اللي بيحصل في الماوث بقى؟ لو نيجي نبص كده هنلاقي ان الماوث عباره عن سنان اللي هي التيث، وتانج اللسان، وساليفري جلانز، صح؟ طب التيث دي في الاول انتيرير يعني قدام، في السنان اللي قدام دول بسميهم انسايزرز، هلاقيهم شكلهم عامل كده خلاص، كده كده اللي هما الفور دول، دول بسميهم انسايزرز فوق وتحت. يعني الانسايزرز دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا كاتنج، كاتنج يعني يقطموا الاكل، ادي الاكل اهو بيقطموه، تمام. طب اللي بعدهم بقى هتلاقوا في حاجه بوينتد كده، ده اللي بسميه الكيناين، تمام، كيناينز طبعا فوق وتحت، كيناينز، ادي كيناين وادي كيناين. الكيناين ده بيعمل ايه؟ تيرينج اوف فود، تيرينج يعني يقطع الاكل زي الميت، الميت بنعمل لها تيرينج عن طريق الكيناينز. اخر حاجه المولرز، المولرز اللي هم بقى بيبقوا ورا خلاص، بيبقوا حجمهم اكبر بقى، المولرز دول بيعملوا جرايندنج، جرايندنج يعني طحن للاكل خلاص، هنا بقى الاكل بقى بيتكسر فعلا، تمام. يبقى ده كده بالنسبه للتيث. طب ده النوع الدايجشن اللي بيعمله التيث ده بسميه ميكانيكال دايجشن. ميكانيكال يعني ايه؟ يعني تكسير بفورس، انا عملت فورس على الاكل فاتكسرت. لان في نوع تاني من الدايجشن اللي بسميه الكيميكال دايجشن. كيميكال دايجشن ده اللي هو بمساعده الانزيمز، تمام. طيب التانج، التانج ده ليه تو فانكشنز. التانج اول حاجه ليه تيست، يعني يقدر يديتكت التيست، يعرف التيست ده ايه، وتاني حاجه بيميكس الفود طول ما واحنا عمالين بناكل. التانج بيتحرك، صح؟ التانج بيتحرك ليه؟ عشان يعمل ميكسينج للفود بالسلايفا. السلايفا اللي جوه بقنا بقى بتخرج منين؟ بتخرج من السليفري جلاند. السليفري جلاند احنا اتفقنا من شويه اللي هي الاكسسوري جلاند. طب السلايفا شخصيا بتتكون من ايه؟ اول حاجه حاجه اسمها ميوكس، وتاني حاجه حاجه اسمها البيتيلين. الميوكس دي ماده فيسكس، فيسكس يعني ماده لزجه، تمام. فايدة الميوكس ان هي تساعد الاكل ان هو يحصل له سوالوينج، كلمة سوالوينج يعني يتبلع، وتخليه كمان سوفت خلاص، لان لو الاكل هارد ناشف ممكن يعمل انجريز في الماوث من جوه، تمام. طيب يبقى دي بالنسبه للميوكس. طب في بقى انزيم، الانزيم ده بسميه البيتيالين انزيم، او الاسم التاني ليه ساليفري امايليز. ليه قلت ليه عليه ساليفري؟ كلمه ساليفري يعني جاي من الساليفري جلاندز، تمام، لان احنا هيبقى عندنا نوع تاني من الامايليز، اسم تاني من انزيم تاني اسمه امايليز، بس بقى مش خارج من الساليفري جلاندز، خارج من البنكرياس، البنكرياس، تمام. طب الفانكشن بتاعه البيتيالين انزيم ده ان هو ايه؟ ياكتيفيت تحول الستارش، يعني انا لو كلت مثلا حاجه زي ايه، المكرونه مثلا، كلت مكرونه، يحول الستارش اللي في المكرونه دي الى داي ساكرايد. مين هو الداي ساكرايد اللي بيتحول له؟ المالتوز، تمام. كده الكربوهيدرات اتهضم ولا لسه؟ لسه، احنا محتاجينه يبقى مونو ساكرايد. مالتوز يعني تو مولكيولز، ادي تو مولكيولز، تو مولكيولز، تو مولكيولز، لا احنا عايزينه يوصل لوان مولكيول اللي هي زي جلوكوز او جالاكتوز او فراكتوز. كده الاكل لسه ما اتهضمش، ده عباره عن داي ساكرايد لسه مش مونو، تمام. طيب ده كده الخطوه الاولى اللي بسميها الباكل دايجشن. البي اتش اللي بيشتغل فيها، احنا اتفقنا الانزيم بيتاثر بالبي اتش والتمبرتشر، والتمبرتشر ثابته اللي هي 37، ما عنديش مشكله فيها. احنا دلوقتي بنتكلم على البي اتش، بي اتش بتاعه البيتيالين انزيم بيشتغل في بي اتش 7.4. 7.4 دي اللي هي بعد النيوترال على طول، يعني ويك الكالاين، او ساعات بيقولوا عليها نيوترال من كتر ما هي قريبه من 7، تمام، لان احنا قلنا 7 دي هي النيوترال. احنا بقينا بعد ال7 بقينا 7.4 او 7.5، يعني حاجه بعدها على طول، فعشان كده بقول عليها ويك الكالاين خلاص. تعالوا بقى نتكلم على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها المفروض ان انا ادخل في الاستومك، بس قبل ما ادخل في الاستومك بيحصل حاجتين. الاولا الاكل بيعدي على كافيتي في اخر الماوث، الكافيتي دي اللي بسميها الفارينكس، تمام، كافيتي في اخر الماوث كده، هنعملها بلون تاني، الكافيتي دي بسميها الفارينكس. الفارينكس دي بقول عليها common pathway. يعني ايه كلمة common pathway؟ يعني ممر مشترك ما بين ايه وايه؟ ما بين الاسوفيجس اللي هو الدايجستيف سيستم، وما بين حاجه تانية قدامها اللي هي هنا دي، دي اللي بقول عليها الريسبيراتوري او ريسبيراتوري سيستم، يعني ما بين التنفس وما بين الدايجشن. طب ما انا خايفه الاكل يدخل في الريسبيراتوري سيستم، الريسبيراتوري سيستم اللي هي التراكيه، بيمشي الهواء بيمشي في التراكيه اللي هو التنفس.
طب انا خايفة ان ده يحصل، ايه اللي بيحصل بقى علشان نمنع نفسنا ان احنا نبلع الاكل في المكان الغلط او ندخل الاكل في المكان الغلط؟ السوالوينج مبدئيا كده بيحصل بعد ما الاكل يعدي في الفارينكس، بندخل في المرحله اللي بسميها السوالنج. سوالنج دي بقول عليها ريفلكس اكشن. ريفلكس اكشن اول ما الاكل وهو ماشي في الاسوفجس، اول ما الاسوفجس بتحس ان في اكل داخل فيها بيبدا يحصل الريفلكس اكشن. ريفلكس اكشن هي رد فعل. ايه اللي بيحصل؟ انا خايفه ان الاكل يعدي في الممر اللي قدام الاسوفجس اللي هو بتاع التراكيه. خلاص ادي التراكيه اهي ماشي. ايه اللي بيحصل بقى؟ التراكيه هي واللارينكس، top of the trachea يعني الجزء اللي فوق من التراكية، وفوقيها على طول حاجة اسمها اللارينكس. اللارينكس اللي عندها الفوكال كوردز اللي هي الأحبال الصوتية، وفوق التراكية الحتة اللي ضيقة فوق سوري فوق اللارينكس حاجة اسمها الإبيجلوتس. بيحصل لهم إليفيشن. يعني إيه كلمة إليفيشن؟ يعني يطلعوا لفوق. خلاص أول ما كل دول التلاتة دول ده وده وده الابيجلوتس والتوب اوف ذا تراكيا واللارينكس والابيجلوتس يطلعوا لفوق، يتحركوا لفوق كده، في غطا فوق كده عامله زي فلاب او حته تيشو كده اسمها الابيجلوتس. الابيجلوتس دي بقى هيحصل لها ايه؟ ما دام دول طلعوا لفوق يعني لقيتهم طلعوا كده، الابيجلوتس هتروح قافله عليهم كاني طلعتهم لفوق عشان بس الجلوتس الابيجلوتس دي تقفل عليهم. تمام؟ فالابيجلوتس بتكلوز اوفر التلاتة دول، بتقفل فوقيهم، فبالتالي الاكل ما يلاقيش حاجة، ما يلاقيش قدامه سكة غير ان هو يتزحلق كده ويروح ده مكمل في الاسوفيجس، وده اللي احنا عايزينه ان هو يكمل في الاسوفيجس. تمام؟ يبقى مين التلات حاجات اللي بيحصل لهم اليفيشن؟ التراكية، بصوا في الصورة هنا، يعني هنا هعملها بالالوان بس، التراكية، خلاص تخيلوا معايا ان دي التراكية اهي، و فوقيها التوب اوف ذا تراكيا يعني الحته اللي فوق من التراكيا دي، تمام دي، وفوقيها اللارينكس، وفوقيها وفوقيها الجلوتس. في بقى فتحه في زي بتاعه كده عامله زي لسان كده، اللسان ده بسميه الابيجلوتس. الابيجلوتس دول اول ما الثلاثه دول اللي احنا قلنا عليهم التوب اوف ذا تراكيا واللارينكس والجلوتس يحصل لهم اليفيشن يعني يطلعوا لفوق كده، خلاص اللسان ده اللي بسميه الابيجلوتس يروح قافل فوقيهم. تمام؟ اول ما يقفل فوقيهم بقى الاكل مش هيعرف يتزحلق عليهم، مش هيعرف يدخلهم. ادي الاكل اهو مش هيعرف يدخل هنا عشان اللسان ده اللي هو الابيجلوتس قفلت، فيروح مكمل عادي في الاسوفجس. تمام؟ طب تعالى نتكلم بقى على الاسوفجس. الاسوفجس مالها بقى؟ الاسوفجس دي اللي هي الكنال اللي الاكل بيمشي فيها. الاسوفجس دي مش بتطلع اي انزيم، امال هي بتطلع ايه؟ بتطلع ميوكس. الميوكس دي بيسهل الموفمنت اوف فود داونورد. تمام؟ وبتسهل الموفمنت اوف فود طبعا، ويبقى سوفت زي ما زي نفس الفانكشن بتاعه الميوكس اللي كان بيخرج فيه السلايفا. تمام؟ الاسوفيجس بتعمل حركه اسمها بريستاليسز. يعني ايه كلمه بريستاليسز؟ يعني احنا مش احنا هدفنا ان الاكل ينزل لتحت كده صح؟ طب احنا بقى بنحاول زي بنعصره كده بطريقه اسمها الابيجلوتس، سوري بطريقه اسمها البريستاليسز، يعني سيريس اوف كونتراكشنز اند ريلاكسيشنز اوف ماسلز. الماسلز تحصل لها كونتراكشن تضغط، فالاكل يحصل له سكويزنج يروح نازل للمرحله اللي بعدها. دي بتكون حصل لها ريلاكسيشن، تروح تضغط واللي تحتها يحصل لها ريلاكسيشن عشان تستقبله، وهكذا لغايه ما ينزل للاستومك. الجنكشن الاتصال ما بين الاسوفجس والاستومك، في هنا في الحته دي زي ماسلز، خلاص سموث ماسلز، بس اللي بسميها الايه؟ بسميها الكاردياك سفنكتر. كاردياك سفنكتر ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن فالف بيقسم او بيفصل ما بين الاسوفجس والاستومك. طب الكاردياك ده، الكاردياك فالف ده بيعمل ايه؟ الكاردياك فالف ده بيكونتراكت يعني بيتقفل اول ما الاكل يوصل للاستومك، بيقفل على طول. ليه؟ لان لو الفالف ده اتفتح يبقى الاكل هيرجع تاني للاسوفيجس، وده احنا مش عايزينه صح؟ يبقى هو بيمنع حاجه اسمها الجاستريك او جاسترو اسوفيجيال، جاستريك او جاسترو اسوفيجيال ريفلكس. يعني ايه كلمه جاسترو اسوفيجيال او جاستريك ريفلكس؟ يعني ارتجاع الاكل، الاكل يرجع تاني للاسوفيجس وممكن يوصل لفوق هنا، وبنحس بالحموضه، عارفين زي الفوميتنج كده، بنحس بحموضه الاكل لان الاكل اللي في الستومك بيبقى قاعد في HCl او بيتهضم في وجود ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، وده اسيد،
فبنحس بالحموضة دي، بنحس بالحرقان ده. تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم بقى على المرحلة اللي بعدها. احنا اتفقنا الاسوفاجس ما بيطلعش اي انزيمز، بس الاكل بيكون نازل له منين؟ بيكون نازل له من البكل دايجشن، يعني من الماوث. والماوث اصلا الاكل اللي فيه بيبقى موجود في انهي ميديم؟ بيبقى موجود في الالكالاين او الويك الكالاين ميديم ده، او حتى بنقول عليه نيوترال، يعني عشان هو مخلوط بالسليفري اميليز انزيم او البيتسيلين انزيم. تمام. يبقى هو ما بيطلعش انزيمز، بس الاكل بيبقى تحت تاثير البيتسيلين انزيم. خلاص معلش دي ايه واحده. اوكي تعالوا بقى ندخل على الاستومك. الاستومك بقى الهضم او الدايجشن اللي بيحصل في الاستومك بسميه جاستريك دايجشن. طيب الجاستريك دايجشن بقى الاستومك بتخرج جوس. خدوا بالكم في حاجه اسمها جوس وحاجه اسمها انزيم. الجوس جواه كذا حاجه، منها الانزيم ده انزيم. يعني الجوس هي كلمه كبيره جواه كذا حاجه، جوس كلمه كبيره جواه كذا حاجه منها الانزيم. فاهمين قصدي اقول ايه؟ يعني في فرق ما بين الجوس والانزيم. الجوس هي حاجه جواها حاجات كتير، من الحاجات دي الانزيم. تمام. يبقى الاستومك بتخرج جوس اسمه جاستريك جوس. الجاستريك جوس ده عباره عن ايه؟ اول حاجه نفس الحكايه الميوكس، عشان يسهل الميكسينج اوف فود والموفمنت اوف فود. خلاص. تاني حاجه هيدروكلوريك اسيد. ايه ده؟ يعني احنا الاكل اللي جاي من الافكت اوف بيتسيالين من الاسوفاجس هيتعرض لاسيديك ميديم الاتش سي ال. طب الاتش سي ال ده هيخلي الميديم البي اتش بتاعته من كام لكام؟ ده اسيد بقى، يبقى البي اتش بتاعته تبقى قليله من 1.5 ل 2.5، دي كده اسيدك 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 يعني. طب الانزيم اللي موجود في الجاستريك جوس بقى اللي بيخرج، اول ما بيخرج بيبقى اسمه بيبسينوجين. هل البيبسينوجين ده اكتيف ولا ان اكتيف؟ البيبسينوجين ده ان اكتيف، يعني مش نشيط. امال مين اللي هيعمل له اكتيفيشن بقى؟ الهيدروكلوريك اسيد اللي احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي حالا ده يحوله الى بيبسين. يبقى لو اتكلمنا على الهيدروكلوريك اسيد الفانكشن بتاعته ايه؟ ثلاثة. اول حاجه يخلي الميديوم اسيدك، تاني حاجه يحول البيبسينوجين الى بيبسين، تالت حاجه الهيدروكلوريك اسيد ده من الحاجات اللي بتعمل بتفايت البكتيريا، بتكيل البكتيريا. يعني لو اكلنا اكل مثلا ملوث في مثلا مايكروبس او البكتيريا، يعني بيقتلها الهيدروكلوريك اسيد. يبقى الهيدروكلوريك اسيد اول حاجه بيخلي الميديوم اسيدك عشان البيبسين يعرف يشتغل، تاني حاجه بيحول البيبسينوجين الى بيبسين، واخر حاجه بيقتل المايكروبس. تمام. طب تعالوا بقى نشوف البيبسين. البيبسين بقى شخصيا بيعمل ايه؟ البيبسين بيحول البروتين، يعني انا لو باكل حاجه فيها لحوم، اكلت حاجه مثلا فيها لحوم، خلاص هو ايه؟ يكسر اللحوم دي اللي هي البروتين، البروتين اللي موجود في الميت، يحوله الى بوليبيبتايد. هل البوليبيبتايد دي تعتبر حاجه اتهضمت تماما ولا لسه؟ لا لسه. بصوا واخدين بالكم ان هي عباره عن سلسله لسه، يعني بدل ما هي سلسله كبيره قسمها لسلاسل صغيره. تمام. لكن انا هدفي ان انا اكسر البروتين يتحول الى ايه؟ امينو اسيدز. ده لسه ما تحولش الامينو اسيدز، ده تحول لسه البوليبيبتايد، يعني لسه ما اتهضمش، خلاص لسه ما حصلهوش كومبليت دايجشن يعني. تمام. واخدين بالكم ان انا كاتبه كلمه هيدروليسيس هنا؟ لان احنا اتفقنا كل الدايجشن عباره عن هيدروليسيس. هيدروليسيس يعني تكسير بالميه، لازم الميه تكون موجوده وطبعا معاها الانزيم، وطبعا البي اتش بتفرق. هنا بقى البيبسين بيشتغل في بي اتش من 1.5 الى 2.5، اللي هي تقريبا النص ما بينهم اللي هو 2 بي اتش تقريبا يعني 2. تمام. طيب يبقى دي الخطوه الثانيه اللي احنا بنقول عليها الجاستريك دايجشن اللي بتحصل هنا في الاستومك. الاستومك بالمناسبه برضو بتعمل حركه البريستاليسيز. حركه البريستاليسيز دي اقدر اقول عليها ميكانيكال ولا كيميكال دايجشن؟ دي حركه فورس، يبقى دي كيميكال ولا ميكانيكال؟ ميكانيكال دايجشن. خلاص. يبقى البريستاليسيز، خلاص البريستاليسيز دي عبارة عن ميكانيكال دايجشن. تمام. طيب الأكل اللي بيتهضم في الاستومك بنسميه القايم، بنسميه القايم. الأكل اللي جاي من الماوث وبيدخل هنا بسميه، أو يعني ده بسميها الأكل اللي موجود في الأورال كافيتي أو البكال كافيتي بسميه البولس. يعني نفهم بس البولس دي بتاعه الاورال كافيتي، الاكل اللي في الاورال كافيتي. القايم اللي هي عباره عن الاكل اللي اتكسر في الاستومك في الجاستريك دايجشن يعني. تمام. طيب
نيجي بقى ندخل في السمول انتستن. السمول انتستن بقى بتبدأ ايه؟ بتبدأ من بعد الاستمك على طول، دي اللي بسميها الديودينم، والجزء التاني بسميه الإيليم. يبقى الديودينم مع الإيليم على بعض بيعملولي السمول انتستن. خلاص. طيب تعالوا بقى نتكلم على الديودينم. الديودينم بيحصل فيها ايه؟ مبدئيا كده قبل ما ندخل في الديودينم، في هنا فالف تاني اللي هنا سميناه كاردياك، هنا الفالف ده اللي هسميه البايلوريك سفنكتر. تمام. يبقى ده اللي بيبقى من الاستمك ويروح للديودينم. تمام كده. طيب تعالوا بقى نتكلم على الديودينم. الديودينم خلاص احنا خلصنا جاستريك دايجشن، خلاص خلصنا الاستمك، دلوقتي خلصنا منها دي. تمام. تعالوا بقى ندخل في الجزء بتاع السمول انتستين. تعالوا نبدأ بالديودينم قبل الإيليم. تمام. الديودينم على الإيليم مع بعض بيدوني السمول انتستين. تمام. الديودينم لو خدتوا بالكم في الصورة هنا اللي هي الديودينم اللي هي انا هعلم عليها دلوقتي، دي الديودينم بتستقبل، واخدين بالكم من كلمة بتستقبل، يعني بتريسيف السكريشن، حاجة جاية لها من الليفر. تمام. لو خدتوا بالكم هنا الليفر خارج منها الجول بلادر، دي بسميها الجول بلادر. الجول بلادر خدتوا بالكم فيه زي داكت كده فتحة في البنكرياس، دي اللي بالعرض، دي اللي هي البنكرياس، دي البنكرياس. خلاص. وده الليفر، والليفر جواه الجول بلادر، جول بلادر اهم دي. تمام. فاتحين على بعض، ادي البايل داكت، دي بسميها البايل داكت. البايل داكت دي متصلة بالجول بلادر، بايل داكت متصلة بالجول بلادر، فاتحين على البنكرياس دي اللي هي دي. وبعد كده هما الاتنين بقى فاتحين على مين؟ على الديودينم. الديودينم اللي هي بقى الحتة اللي انا هعلم عليها دلوقتي دي، الديودينم دي بتستلم سكريشنز اللي جايلها من الليفر واللي جايلها من البنكرياس. يبقى هي مش بتطلع حاجة، هي بتستقبل حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ حاجة جايلها من الجول بلادر وحاجة جايلها من البنكرياس. تمام. تعالوا نشوف بقى الحاجات اللي جايه لها من الجول بلادر. اللي جايه لها من الجول بلادر حاجه اسمها البايل جوس. بايل جوس ده جاي لها من الليفر، من فين؟ في الليفر، الجول بلادر، يوصل للديودينم. هيعمل ايه بقى؟ هيحول الفاتس الى ايمالسيفايد فاتس. تمام. يعني كانه بيحول الفات الكبيره دي، مش يكسرها الموليكيولز، لا، لجزيئات كبيره، جلوبيولز، فات جلوبيولز يعني، لكن ما كسرهاش، جزيئات صغيره لسه. تمام. لسه ما كسرش، لسه ما تضمش. تمام. دي اللي بسميها emulsified fats. طب ندخل على الحاجة اللي جاية لها من البنكرياس. الحاجة اللي جاية للديودينم من البنكرياس بقى اسمها البنكرياتيك جوس. البنكرياتيك جوس ده بقى عبارة عن ايه؟ جوس جواه كذا حاجة، منها الانزيم. عندنا كم انزيم؟ عندنا 3 انزيمز جواه. هما ايه 3 انزيمز؟ اللايبيز والتريبسانوجين والبنكرياتيك اميليز. طب نيجي نبص على كل واحد منهم. بس قبل ما نتكلم على الانزيمز، عايز اتكلم على حاجة موجودة مش انزيم، هي اسمها الصوديوم بايكربونات. صوديوم بايكربونات بقى هتخلي لي البي اتش، تزودها بدل 7.4 اللي كانت في الجاستريك دايجشن، هتتحول البي اتش الى 8، يعني كاني زودتها، بقت الكالاين. طبعا دي الكالاين اوريدي، واللي فاتت كانت الكالاين بس او ويك الكالاين، سوري، هتزودها عن بتاعه الماوث. بتاعه الماوث كانت 7.4، هي هتخليها 8، لكن بتاعه الاستومك كانت 1.5 ل 2.5. تمام. انا قصدي ان هي زودتها عن بتاعه الماوث، بقت بدل 7.4 او 7.5 يعني بقت 8. طيب يبقى معنى كده ان الانزيمز الثلاثه دول اللي هو اللايبيز والتريبسانوجين والبنكرياتيك اميليز، دول هيشتغلوا في انهي ميديوم، انهي بي اتش، الكالاين ولا اسيدك ولا نيوترال؟ 8 دي تعتبر ايه؟ الكالاين. يبقى الثلاثه دول هيشتغلوا في الكالاين ميديوم. طب تعالى نتكلم على اللايبيز. من اسمه كده لايبيز، يعني هيكسر ليبيدز. طب احنا اتفقنا، احنا اخر حاجه وصلنا لها في الليبيدز ان احنا حولناها، او الفاتس يعني حولناها الايمالسيفايد فاتس. تمام. يبقى الايمالسيفايد فاتس دي هتتحول الى فاتي اسيد وجلسرول. يبقى مين اول حاجه اتكسرت في الاكل؟ احنا اتفقنا في الاكل احنا عندنا ثلاثه. ايه هما الثلاثه دول؟ نرجع لهم تاني كده. البروتين اللي هو الامينو اسيد اللي احنا عايزين نحوله الامينو اسيد، والستارش اللي احنا عايزين نحوله المونوساكرايد، والليبيدز فاتي اسيد وجلسرول. مين اول واحد اتكسر؟ هو الليبيدز. اتكسر فين؟ في الديودينم. بمساعده مين؟ بمساعده البنكرياتيك جوس. ايه اللي في البنكرياتيك جوس اللي هيكسره؟ اللايبيز انزيم.
تمام، هيحولوا الفاتي اسيد اند جليسرول، يبقى دي اول حاجه كسرت. تاني حاجه في انزيم بسميه التريبسينوجين انزيم. التريبسينوجين انزيم ده عامل زي البيبسينوجين انزيم ان اكتيف، تمام. طب التريبسينوجين انزيم ده بيتحول الى تريبسين بمساعده حاجه اسمها الانتيروكاينيز، هنتكلم عنه كمان شويه. طب التريبسين ده عامل زي البيبسين بالظبط، يعني بيعمل ايه؟ يعني بيكسر البروتين، هو ده البروتين في وجود الووتر طبعا، ترابسن اهي، يحوله الى بولي بيبتايد، برضو لسه ما تكسرش، تمام. معلش قبل ما ادخل في البنكرياتيك امايليز، في حاجه عايزه اقولها لكم في الاستومك. هل الاستومك بتقدر تهضم نفسها؟ لا. ليه ما بتهضمش نفسها؟ اول حاجه احنا لسه قايلينها من شويه ان هي بتخرج الانزيم بتاعها ان اكتيف اللي هو البيبسينوجين. ما دام هو ان اكتيف يعني مش نشيط، يبقى مش هيهضم المعده، مش هيكسر المعده، ده مش هيهضمها، دي اول حاجه. يبقى ان هي بتسكريت الانزيم بتاعها في الصوره الان اكتيف اللي هي البيبسينوجين. تاني حاجه الاستومك بتسكريت ميوكس. الميوكس دي طبقه بتخرج من الانر لايننج بتاع الاستومك. احنا قلنا الميوكس دي ماده فيسكس شويه، صح؟ فالميوكس بيحمي الاستومك من ان هي الانزيمز بتاعتها او الهيدروكلوريك اسيد اللي بيخرج منها ده ان هو يجي عليها ويكسر الوول بتاعها. يبقى الاستومك كان دايجست ولا كانت دايجست اتسلف؟ كانت، ما تقدرش تهضم نفسها. ليه؟ لان احنا قلنا ان احنا عندنا حاجتين. اول حاجه ان هي بتسكريت ميوكس فهتحميها، وتاني حاجه ان هي بتطلع الانزيم في الصوره الان اكتيف اللي مش نشيطه، فمش هيكسرها، تمام. طب نرجع تاني بقى للبنكرياتيك جوس. قلنا صوديوم بايكربونات هتخلي البي اتش الكالين، لايبيز انزيم هيكسر الايمالسيفايد فاتس دي، يحولها يكسرها تماما بقى خلاص، كومبليت دايجشن، فاتي اسيد اند جليسرول. التريبسينوجين ده برضو ان اكتيف، عامل زي البيبسينوجين كده ان اكتيف، هيتحول الى تريبسين. والتريبسين ده بقى بيعمل ايه؟ بيحول البروتين الى بولي بيبتايد، ده لسه ما اتهضمش تماما. طب في حاجه اسمها بنكرياتيك امايليز، ايه ده؟ احنا كنا لسه جايبين سيره الامايليز من شويه في البكال دايجشن، بس هنا سميناه سليفري امايليز، تمام. في الماوث سميناه سليفري اميليز، لكن في اللي خارج من البنكرياس بقى هسميه بانكرياتيك اميليز. ده برضو نفس الحكايه، بيكسر الستارش الى ملتوز، نفس الفكره هنا بالظبط، بيكسر بيحول الستارش الى ملتوز. طبعا الرياكشن ناقصها الووتر والانزيم وحسب البي اتش بقى. هنا برضو بقى لازم نكتب على الارو ده ووتر والانزيم اللي هو بانكرياتيك اميليز، تمام. طب تعالوا بقى نتكلم، احنا كل ده بنتكلم على الانتستينال دايجشن، يعني الدايجشن اللي بيحصل في الانتستين. حاجتين راحوا ديودينو، البايل جوس والبنكرياتيك جوس. بايل جوس جايلها من الليفر، والبنكرياتيك جوس جايلها من البنكرياس. طب في حاجه بقى السمول انتستين شخصيا بتطلعه، اسمه ايه؟ اسمه الانتستينال جوس. انتستينال جوس ده بقى خارج من السمول انتستين شخصيا. طب اول حاجه بيبقى موجوده في اللي بتخرج، قصدي من السمول انتستين، حاجه اسمها او موجوده في الانتستينال جوس، يعني حاجه اسمها الانتيروكاينيز، احنا كنا لسه جايبين سيرته حالا. انتيروكاينيز ده قلنا ان هو اللي بيحول الان اكتيف تريبسينوجين الى الاكتيف تريبسين، صح؟ طيب يبقى دي الفانكشن بتاعته. تاني حاجه الانزيمز اللي بتكسر الدايساكرايد زي المالتوز يحوله الى مونوساكرايد، يعني السكروز سوري ساكريز ان سكريز انزيم بيكسر السكروز، تمام، واللاكتيز انزيم بيكسر اللاكتوز، والمالتيز انزيم بيكسر المالتوز، تمام. السكروز انزيم ده هيتحول لايه وايه؟ هيتحول الى جلوكوز ومعاه فركتوز. طب اللاكتوز انزيم ده الاثنين بالجي، جلوكوز وجالاكتوز، تمام. المالتوز بقى عباره عن ايه؟ عباره عن تو جلوكوز، اوكي. يبقى دول كده هنا حصل complete digestion لمين؟ للكربوهيدرات او الدايساكرايدز، خلاص اتحولوا الى molecules اللي هي مونوساكرايد، تمام. تعالوا بقى نكسر البروتين تماما. البروتين تماما بقى هنكسره ايه؟ احنا وقفنا عند البروتين عند البولي بيبتايد بوند، سوري بولي بيبتايد تشين اللي هي دي اللي موجوده هنا في الاستومك، تمام، في الاستومك او الجاستريك digestion اللي هي دي، وكمان موجوده في او كسرناها في بالبنكرياس سوري بالتريبسينوجين اللي هي دي، خلاص. هاخد البولي بيبتايد دي والبولي بيبتايد دي، تمام، واحولها لايه بقى؟ اخدهم واحولهم الى امينو اسيدز، يعني مولكيولز صغيره. بصوا عامله ازاي، خدتها التشين القصيره، السلسله القصيره دي من البولي بيبتايد تشين، حولتها الى امينو اسيدز. طبعا الرياكشن هنا ناقصها الووتر،
وناقصها الانزيم اللي هو البوليبيبتايديز انزيم. تمام. طيب السمول انتستين برضو بتعمل موفمنت اللي احنا بنقول عليها نفس الحكايه كده البريستاليسز. ولو اكلنا اكل فيه فايبرز كتير، كلمه فايبرز اللي هي الالياف، تمام، زي الفروتس والفيجيتابلز، الفايبرز دي بتساعد او بتستيميليت، بتنشط الفايبرز، الاكل اللي فيه فايبرز، فايبر كونتيننج فود، خلاص الاكل اللي جواه فايبرز بينشط البريستاليسز، بينشط مين؟ البري ستاليسز. خلاص. طبعا ان احنا محتاجين نقول برضو ان الاستومك دي عبارة عن دايليتد ماسكولر ساك، يعني زي كيس كده عبارة عن ماسلز، سموث ماسلز طبعا. تمام. طيب الاكل اللي احنا كسرناه، كسرنا الليبيدز الى فاتي اسيد ان جليسرول، كسرنا الكربوهيدرات الى مونوساكارايد، وكسرنا البروتين الى امينو اسيد. عايزه استفيد بيهم بقى، عشان نستفيد بيهم يعني هدخلهم في البلد. تمام. البلد واللمف، البلد الدم انتوا عارفينه، واللمف اللي هو الجزء اللي بيمشي في الليمفاتيك فيسلز اللي هي واللمف نودز اللي هي الغدد الليمفاويه. تمام. طيب الابزوربشن اوف فود بقى، عشان استفيد بالاكل بعمل له ابزوربشن. ابزوربشن يعني امتصه وادخله البلد، وكمان جزء تاني بدخله اللمف. خلاص. طب مين بيدخل البلاد ومين بيدخل اللمف؟ قبل ما نعرف مين بيدخل فين ورايحين فين، جوه السمول انتستين دي، سمول انتستين دي تمام، جواها لو جيت فتحتها خدت سكشن فيها كده وقطعتها، هبص هلاقي ايه؟ هلاقي من جوه ادي سمول انتستين اهو، خدت فيها سكشن قطعتها وفتحت، هلاقي فيه زي فينجر لايك بروجكشنز، حاجات فولدنج، حاجات زي حاجات طالعة كده خارجة. الحاجات اللي خارجة دي اللي بسميها الفيلاي، بسميها الايه؟ بسميها الفيلاي. الواحدة منهم لو خدت الفيلاي دول، خدت واحدة منها، الواحدة منها اللي هي دي بسميها الفيلس. خلاص. يبقى الفيلس دي اللي هي واحدة منهم اللي هي دي. تمام. طب الفيلس شكلها عامل ازاي؟ من برة عبارة عن epithelial lining، يعني epithelium. تمام. يعني من برة كده هلاقي عبارة عن one layer of epithelium اللي هي عبارة عن دي. تمام. لو جيت بصيت على الابيثيليوم ده شكله عباره عن ايه؟ عباره عن one row of columnar cells. وعلى الابيثيليوم من بره، يعني انا لو خدت سيل واحده من الابيثيليوم، لو خدت سيل واحده منهم، هاجي هلاقي عليها من بره مايكروفيلاي، يعني الفيلاي فوقيها مايكروفيلاي، عباره عن سيل عاديه بقى فيها نيوكليوس وسموث وراف اندوبلازميك ريتيكولم والميتوكوندريا وكل حاجه بقى. تمام. طيب لما هاجي بقى ابص جوه، جوه الفيلاي نفسها، هلاقي فيه جزء بتاع بلاد وجزء بتاع لمف. الجزء بتاع البلاد بسميه البلاد روت. تمام. والجزء بتاع اللمف بسميه الليمفاتيك روت. تمام. لو جينا بصينا في الصورة هنا، في البلاد، البلاد في جزء داخل اللي هو الارتري، والارتري يتفرع فروع اصغر واصغر، بعد كده يتحول الى بلاد كابيلاريز، وبعد كده يتجمعوا بلاد كابيلاريز يطلعوا لي فروع اكبر شويه اللي هي بقى بالازرق اللي هي بسميها الفينيول، والفينيول ده يتحول الى فين. خلاص. يبقى الارتري هيتحول لفروع اصغر اسمها الارتريول، والارتريولز هتتحول لفروع اصغر اسمها البلاد كابيلاريز. البلاد كابيلاريز اللي هي الجزء بقى اللي في النص ده، البلاد كابيلاريز تبدا تتجمع تعمل لي فينيول، الفينيول يبدا يتجمع يعمل لي فين، الفين بقى هو اللي خارج. تمام. يعني الاكل هيخرج منين؟ هيخرج من بالفين، لان اللي داخل هو الارتر، اللي خارج من الفيلاي ويروح بقى للجسم عن طريق الفين. تمام. يبقى الاكل هيعدي في الفينز. تمام. طيب الاكل هيخرج عن طريق الفينز، يعني احنا داخلين البلاد روت اللي هو عن طريق الارتري. تمام. لكن خارجين عن طريق الفين. معايا؟ طب واخدين بالكم في جزء في النص كده، النص اللي في اللي هو لونه اصفر كده قاعد في النص الطويل ده بقى اللي هو اللمف. اللمف ماشي في حاجه اسمها اللاكتيل. اللاكتيل بعد كده لما بتيجي تخرج من تحت هتخرج عن طريق حاجه اسمها الليمفاتيك فيسلز. خلاص. فيسلز. يبقى انا عندي بلاد روت وعندي الليمفاتيك روت.
تمام. تعال نعرف بقى كل واحدة بتمشي فين. البلاد روت اتفقنا ادي اللي داخل هو الارتري، اللي داخل اللي هو ده ارتري. الاكل هيخرج عن طريق ايه؟ هيخرج عن طريق الفين مش الارتري. الارتري ده داخل، احنا عايزين اللي خارج. طب الحاجات اللي هتمشي في الفين او الفينيول يعني، اللي هي بعد كده هيتحول الى فين، الحاجات الصغيره زي المونوساكرايدز اللي هي الجلوكوز جالاكتوز فراكتوز، الامينو اسيدز اللي هي بتاعه البروتين بعد ما كسرناه، والووتر سوليبل فيتامينز زي فيتامين بي وسي. تمام، دول كده هيمشوا في الفين. تمام، فين. طب الجزء بتاع اللمف بقى اللي هو في النص ده، الجزء بتاع اللمف اللي في النص ده اللي هو لونه جرين، هيمشي فيه بقى الحاجات اللي حجمها كبير بقى زي مين، زي الفاتي اسيدز والجلاسرول اللي هما من تكسير اللابيدز، زي الفات سوليبل فيتامينز، الفيتامينز اللي ما بتدوبش في الميه لان البلاد فيه ميه، لكن اللمف كميه هو طبعا فيه ميه بس يعني الفيتامينز دي هتقدر تمشي في اللمف مش في البلاد. تمام، زي مين، زي فيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين كي. تمام، تعالوا بقى نشوف مصيرهم ايه. احنا اتفقنا احنا الحاجتين بقى هيخرجوا، حاجة خارجة عن طريق الفين وحاجة خارجة عن طريق الليمفاتيك فيسل، صح صح ولا لا؟ يبقى انا عندي فين وعندي ليمفاتيك فيسل. تعالوا نشوف الفين مصيره هيروح فين والليمفاتيك فين هيبقى مصيرها رايح فين. انا مبدئيا كده الاكل اللي انا كسرته ده عايزه اوديه الجسم كله عشان يستفيد بيه، كل سيل في جسمنا تستفيد بيه الاكل اللي احنا كسرناه ده. تمام، والفيتامينز طبعا. تمام، كل دول عايزه الجسم يستفيد بيهم. دول اللي لونهم يلو هيروحوا في الليمفاتيك فاسل، ودول اللي لونهم بينك هيروحوا في الفين. تمام، تعالوا كده نشوف مصيرهم ايه. اللي ماشيين في الفين، تمام، اللي هم ماشيين في الفين، هاخد فين من الفيلاي دي والفيلاي دي والفيلاي دي، اخد فينز كتير، هيتجمعوا الفينز كتير كلهم مع بعض يطلعوا لي حاجه اسمها هيباتيك بورتال فين. الهيباتيك بورتال فين بعد كده هيروح لمين؟ هيروح للليفر. جوه الليفر شويه جلوكوز هيتحولوا الى جلايكوجين، الجلوكوز اللي جاي من البلاد هنا هنا هيتحول الى جلايكوجين. يبقى كميه الجلوكوز اللي خارجه من الليفر قلت ولا زادت؟ قلت، لان انا خدت منهم شويه حولتهم لجلايكوجين وخزنتهم في الليفر. تمام، يبقى كميه الجلوكوز اللي خارجه من الليفر قلت. طب الفين اللي خارج من الليفر بقى اسمه ايه؟ اسمه هيباتيك فين. الهيباتيك فين بقى هيروح للهارت، هيروح للقلب. تمام، ليه؟ لان احنا بنتكلم على فين، الفين ده جواه دي اوكسجينيتد بلاد، كلمه دي اوكسجينيتد بلاد يعني بلاد ما فيهوش اكسجين، ما فيهوش ايه، اكسجين. امال جواه ايه؟ جواه كربون دايوكسيد جاز. هل ينفع ان انا اوزع لجسمنا كربون دايوكسيد جاز؟ لا طبعا. فعشان كده احنا بنبقى بنوديه الهارت، عشان الهارت بعد كده هيخلصني من الكربون دايوكسيد جاز ويحط لي اكسجين عن طريق ان الهارت متوصل باللنجز، ده بقى اللي هنتكلم عنه في الترانسبورت. المهم هيدخل بقى الهارت عن طريق حاجه اسمها انفيريور فينا كافا. ايه الانفيريور فينا كافا؟ عباره عن فين كبير بس متجه داونورد، يعني بياخد الفينز او بيجمع الفينز اللي جايه من اللور بارت اوف دي بادي، من الجزء اللور من جسمنا، يعني من الرجل الجزء والبلفيك والحاجات دي، الجزء اللور من جسمنا. طب بالنسبه بقى للجزء بتاع الليمف، احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها فين خارج، تمام، وفي حاجه اسمها الليمفاتيك فاسل. الليمفاتيك فاسل برضو هتروح للهارت بس بقى عن طريق الجزء اللي فوق من الهارت هنا، اللي بسميه الفين اللي فوق اللي بسميه السوبيريور فينا كافا. تمام، اه طبعا الفاتس ما ينفعش تدخل من الانفيريور فينا كافا. ليه؟ لان الفاتس الانفيريور فينا كافا بتجمع البلاد against gravity. لو كان في هنا فاتس، الفاتس ممكن تعمل blockage او blocking للفين، لان هي كده هتبقى ماشيه عكس الجاذبيه، فالاحسن لها انها تدخل من الجزء اللي فوق اللي هو بنسميه superior vena cava، تدخل الهارت من فوق. تمام، يبقى كده عرفنا الروت، البلاد روت مصيره ايه، والليمفاتيك روت مصيره ايه. البلاد روت مصيره ان هو هيدخل الهارت عن طريق الانفيرير فينا كافا، والليمفاتيك الروت اللي هو تحت ده هيدخل الهارت عن طريق السوبيريور فينا كافا. تمام، طيب تعالوا بقى ناخد اخر حاجه اللي هي او اخر جزئين، الميتابوليزم، الجسم ازاي بيستفيد من الاكل بقى. خلاص احنا وزعناه، هنوزعه للجسم،
هنعمل له حاجه اسمها ميتابوليزم. الميتابوليزم هي الطريقه اللي الجسم بيوتيلايز بيستخدم فيها او بيستفيد بيها من الجسم من الاكل. بيستفيد بيها ازاي بقى؟ يا اما ان انا اكسر الاكل، دي بسميها كاتابوليزم، يا اما ابني الاكل الحاجات اللي انا مكسراها اجمعها تاني. طب إيه ليه بجمعها تاني بقى؟ الحكمه ان انا اكسرها وارجعها تاني. طب تعالوا نعرف المونوساكرايدز. فاكرين لما كنت قلت لكم المونوساكرايدز زي الجلوكوز؟ ما انا ممكن لو انا عندي اكسس جلوكوز احوله الى جلايكوجين، والعمليه دي اللي احنا بنقول عليها، طبعا ده جوه الليفر، جوه الليفر والماسلز، دي اللي بقول عليها الستورج، يعني انا بخزنهم. تمام، بخزن الجلوكوز عن طريق ان انا احوله الى جلايكوجين، اجمع جلوكوز موليكولز كتير يعملوا لي سلسله طويله من الجلايكوجين. تمام. طب وايه كمان؟ الفاتي اسيدز والجليسرول اللي انا كسرتهم ممكن ارجع اجمعهم مع بعض تاني يتحولوا الى فاتس، والفاتس دي يحصل لها ديبوزيشن، او تبقى يحصل لها ستورج، يعني تتخزن تحت السكين في الديرمس لاير، اللي هي في اللاير اللي تحت من السكين في جسمنا. خلاص، ليه؟ عشان تعمل ثيرمال انسيليشن، تدفئه. تمام. وممكن برضو اخد الامينو اسيدز اجمعهم مع بعض، ادي امينو اسيدز الصغيره اهي، اجمعهم مع بعض يطلعوا لي بروتين. تمام. البروتين ده بقى اقدر استخدمه في ايه بقى؟ البروتين ده اقدر اكون بيه سيلز جديده. تمام، فور جروث، يعني احنا محتاجين البروتين عشان نكون سيلز جديده. تمام، زي السكين وزي الهير وزي النيلز وزي الكارتليج، كل الحاجات دي محتاجه بروتين. طب ده كده الانابوليزم. انابوليزم يعني انا ببني، انا ببني. تمام. لكن الكاتابوليزم يعني انا بكسر. زي ايه بقى؟ زي ان انا اجيب الجلوكوز جوه الميتوكوندريا ويحصل له اوكسيديشن. كلمه اوكسيديشن يعني اللي هو بيتعرض او بيعمل رياكشن مع الاكسجين او في وجود الاكسجين، يتحول الى اي تي بي. دي اللي بقول عليها الكاتابوليزم. كاتابوليزم معناها ان انا بكسر عشان اطلع اي تي بي. تمام. الدايجشن اللي احنا اتكلمنا عنه فوق ده ما يعتبرش على فكره كاتابوليزم، لان احنا ما بنطلعش اي تي بي في الدايجشن، احنا بنطلع انرجي، بس بتبقى هيت انرجي، حراره، مش اي تي بي. تمام. يبقى الكاتابوليزم هدفي فيه ان انا اطلع اي تي بي من الجلوكوز، او اقدر حتى من الفاتس. طيب تعالى نتكلم على اخر حاجه بقى خالص، الاكل اللي انا مش عايزاه، اللي احنا بنقول عليه الويست، مصيره ايه بقى؟ هيدخل بعد السمول انتستن في اللارج انتستن، هما متصلين ببعض السمول واللارج انتستن، هيدخل في اللارج انتستن. تمام. اللارج انتستن دي عباره عن او ليها لايننج، اللايننج ده عباره عن convolutions اللي هي folding زي تانيات كده، ده بيسمح للابزوربشن، اخد شوية ووتر وسولتس انا عايز ارجعهم تاني للجسم. تمام. طيب الفود ويست دي بتبقى سيمي سوليد، يعني شوية سوليد شوية، مش يعني لا هي ليكويد ولا هي سوليد قوي، سيمي سوليد يعني بين الاتنين. ليها ريحة وحشة، الباد اودر. ليه الباد اودر دي؟ عشان في سم بكتيريا بتبقى عايشة على الاكل ده، بتبقى موجودة يعني. طبعا البكتيريا دي نورمال، يعني مش حاجه مش طبيعيه، يعني دي حاجه نورمال. اللارج انتستن بتطلع ميوكس، الميوكس دي هتساعد ان الاكل يتحرك، يباس بره الجسم، باسج اوف فود، او سوري اوف فود ويست اوتسايد البادي. طب عشان نخرجه بقى من الجسم ايه اللي بيحصل؟ في هنا في الاخر خالص حاجه اسمها الريكتم. الريكتم دي عشان تخرج الاكل بيحصل لها كونتراكشن، يعني تضغط. والانس بيحصل لها، دي بيحصل لها كونتراكشن، الانس بتوسع. تمام، اللي هي بيحصل لها ريلاكسيشن عشان الفيسز تعرف تخرج، اللي بيخرج ده اللي بسميه الفيسز. تمام. يبقى كده دي جيرني اوف ذا فود، بدايه من الفوق من الماوث، يعني ستارتنج من الماوث اللي هي الباكل دايجشن، مرورا بقى بالفارينكس والجاستريك دايجشن، وبعدين الانتستينال دايجشن، و اخر حاجه طبعا، وبعد كده بيحصل لها ابزوربشن عشان نعرف نستفيد بيها بلاد وليمفاتيك روت. واخر حاجه خالص ان احنا بنخرج الويستس، الحاجات اللي احنا مش عايزينها، عن طريق اللارج انتستين. كلمه خروج الويستس من جسمنا بسميها ديفيكيشن، ديفيكيشن تبرز يعني. تمام كده يعتبر تشابتر 1 خلص، والمرات الجايه بقى هيبقى الترانسبورت، ازاي بقى ننقل الاكل اللي احنا الاكل والاكسجين لكل سيل في جسمنا. تمام. وطبعا الترانسبورت في البلانت اللي هو عباره عن ازاي انقل الووتر والمينرالز والاورجانيك كومباوندز اللي هو الفود في البلانت. تمام.